mommy, wait, when I grow up, I can have a bike. We're going with us to the mall, and then I can put it right over there. Look. Over yeah. There. Okay, Wafa. And then pick the boat out of there. Okay, yeah. السلام عليكم كديري لاباس عليكم كلشي بخير شنو كتعاودوا صحتكم لاباس المهم المهم دابا انا انفاس مع واحد المول المهم من بعد غادي نقول لكم شنو كاين المهم دابا بغيت نطلع لكم بزاف تاع البنات كيقولوا لي طلع لينا شوفوا عيسو نشوفكم سمعوا صوت كانتوما سمعتوني انتوما شفتوني المهم يلاه ما كاينش الضحكه والله العظيم ديك الطاقه الايجابيه ديال كندخل بها ونضحك والله ما كاينه وانا راه الدموع هنا وحق الله الا الدموع هنايا خليها على الله وصافي المهم نعاود لكم من بعد يلا معنا يلا رزان اسكو سلام رزان خارجه غير بالبيجامه مغربيه قالت لك بغيت السبرديله ودايره الجاكيطه لداخل الجو ما شاء الله عشي مغيم جيت واحد المول المهم يلا حطتني الطوموبيل مشينا كل هو الاول ومن بعد نوريكم شنو كاين وعلاش دايره هذا الفيديو اصلا غادي ناكل هنايا عجبني المنيو عندهم وبغيت نجرب هذا الشيء اللي عندهم المهم عارفكم كتسناوني باش نقول لكم شنو كاين المهم الهضره كثيره قال لكم اسكت خيار ياك قولي اسكتي المهم ما نقدرش نسكت لحقاش هذا الشيء ماشي بوحدي اللي كنعاني منه كيعانيو منه بزاف ديال الناس بحالي منهم الحملات ماشي غير جيتو طجيتو حق الله بس راه خليني نهضر خليني نهضر اي وان توك راني سيك راني مريضه عتي الليل كامل الليل كامل وانا تنبكي وهذا الصباح كله حتى هو كنبكي نعست مع 9 ديال الليل وفقت مع غدا فقت مع 6 ديال الصباح مع الفجر المهم دابا حنا الساعه عندنا الوحده ديال النهار الوحده و 6 دقائق دابا طفيت الكاميرا باش نشوف شحال الساعه الوحده و 6 دقائق ما نكذبش عليكم صافي كتحسي براسك بواحد الاحساس غريب جدا انا حتى شي واحد ما كاين واقف معاك حتى شي واحد في امام يعني حنا داكشي الاحساس اللي كنحسوه كنحسوه لراسنا بوحدنا يعني حتى شي واحد ما كيحس لك الداخل ديالك شنو فيه فانتي كتسني ان واحد الشخص واحد اخر يحس بك راه ما غاديش يحس بك الا ما قلتيش شنو كاين انت اصلا الداخل ديالك شنو كاين يعني خصك ولكن حنايا بزاف العيالات ما تنبغيوش نقولوا باش كنحسوا يعني ما تنبغوش نشحتو او نسعاو الحنان ولا نسعاو السؤال ديال شي واحد خص شي واحد هو اللي يسول داك الواحد اللي انت معاه ولا عائلتك ولا راجلك ولا اختك ولا خوك ولا امك ولا سميتو هو اللي خصو يسولك مالك ايوا هذا كنبغيو داك الاسئله كنبغيوهم وفي نفس الوقت ما كنبغيوش اللي يسولنا ما عرفتش المهم حنا العيالات راه فشي شكل صدقوني انا ما خنقدر المهم تجيب الماكله ديالي راه وجدات فاش كتوجد الماكله تيعيطو عليك بعادي غنديها ليهم ونجيب ماكلتي هاكا هاشنو جابوا لينا شنو زعما دومونديت اري راه غنوريهم شنو دومونديت نوريكم شنو انسين انا دومونديت دجاج بهذه الطريقه هذه تيكون كريسبي رزان فرايز واحد البرجر بحال هكايا وكوكا كولا داكشي قدا صغير هو راه هاد الكاس بكيف وليت هادشي كنفاو وصافي وانايا الشوربه ديال المشروم والدجاج ديالي وهادي ديالو كدار بحال هكايا هاد لاصوص هادي كدار هكا المهم ناكل ونكمل لكم شنو كاين المهم ناكل الماكله ونكمل لكم القصه ديالي مع زعما ديال هذا النهار وديال هذا الاسبوع كامل وديال هذا الشيء كامل اللي غبرت عليكم هذا واحد العصير سميتو بالم صور
قلت ليه شنو هو، قال لي حنا اللي كنصاوبوه هنايا. حامض نيت، حامض صراحة، حامض بزاف. غندوق غندوق ما تقدريش تاكلي ليها الفريت، والله ما تاكلي ليها. بصاي كان يجو اسكن تيشو، بصا ما عطانيش تيشو. سيري جيبي التيشو سيري، تنحمش ناكل بالمعالق الا ما مسحتهمش بالفرشيطة. تنحمش ناكل بالفرشيطة والمعلقة الا ما مسحتهمش بالكلينيكس. سيري سيري جيبي سيري. جبت لي رزان كلينيكس، عرفتي كنمسحهم مزيان في مطعم انايا، ما نقدرش ناكل لك فرشيطه الا ما مسحتها. المهم هادي واحد الكشلاضه ديال كيزو بحال الشكل ديال كي اف سي، فيها خيزو الكرومبل والبصله مايونيز. أنا في ماليزيا راه ما تاكلوش الماكلة بالموس والفرشيطة، تاكلوا الماكلة الموس والمعلقة. جوج بنين حار، هاد لاصوص بنينة. المهم نكمل الماكلة وأنا معاكم. طحن أطحن. هادشي البرجر ديال رزان واعر، عندك هاد البرجر دي هذا مع المنظم مع الفريت بسعر رينغيت فاصلة 9، قول 10 رينغيت 25 درهم تقريبا. زوين. المهم الحمد لله والشكر لله، كملت الاكل ديالي وجيت نكمل لكم القصه اللي جايه زعما الهضره اللي جايه نقول لكم اليوم. ما عرفتش كتسمعوني مزيان ولا لا، لحقاش الصداع ديال المطعم. المهم علاش هربت من الدار، والله ما كرهت، والله ما كرهت، كنرجع زعما نيت نهرب ديال الصح، ما عرفتش علاش. عوض انني ما نجلس غير نجلس معي، عوض ما انني بقايا جالسه تما كنبكي وكنفكر، وبعض المرات كنسهر. راه هكاك بداني الاكتئاب في الاول، التفكير وبالسهيان صافي، وانا نهرب نيت وحق الله قلت صافي ما يمكنش نجلس انا هكذايا. قلت لكم هكاك بدا لي الاكتئاب في الاول، بداك السهيان وقوه التفكير، والتفكير في لا شيء زعما ما عندوش حل، يعني بقا تفكر تفكر ما كاينش الحل. صافي جمعت الوقفه ما تدوشت دوشات، صيفط رزان بعدا هي الاولى الدوش بتاع سيري دوشي، حيت دابا رزان تبارك الله كتدوش بوحدها. جمعت الوقفه مشيت دوشت بالماء بارد عاوتاني باش نحيد عليا داك، عرفتي تحسد براسي قلت صافي طلعت معايا شي حاجه هكذا فيقاتني بزاف حوايجي. رازالي وانا نقول رازالي كحب 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 عمي كحب عمو. المهم عطاني شي بركه، ها هي غنوريها لكم. علاش ما يقولكش شي وحده لا حكا راكي مخاصمه مع الراجل وكنوريكم زعما، راه عطاني الفلوس وكل شيء. هذيك الشيء ديال المخاصمه كاين هنا لداخل، مثلا الانسان فاش ما كيحسش بيك، لان ما يمكنش تقولي للانسان حس بيا
بدا ما تقولي لي انت شنو هو الشعور ديالك لداخل، فهمتوني؟ يعني حنا العيالات كنديروا هذه القضيه هذه، كنبقاو نتسناو الناس يحسوا بينا، نتسناو مثلا الراجل يحس بينا، ولكن حنا راه مثلا نقولوا شرجر ما تيحسوش. كذب عليكم شي واحد يقول لكم الراجل تيحس ولا شي حاجه، ما تيحسش بالمراه اصلا الا ما نغزتيه، راه قال لك الحر بالغمزه والعبد الحر بالغمزه والعبد بالدبزه، هي هذيك. المهم نو ذيس ماي ماني، ها ما فلوسك انتيا وما دياولك انتيا، هادو دياولك هادو ديال رزان. المهم ماشي كنوريكم الفلوس ولا شي حاجه باش تقولوا هذه كتعيق علينا ولا شي حاجه، لا غير باش نقول لك شي واحد لا راه هربتي من الدار لحقاش الراجل خاصم عليك ولا شي حاجه. لا لا الحمد لله ربي خير، اللهم لك الحمد، معاه زعما كون شي حاجه ما يعطينيش الفلوس اللي يقول لي سيري زعما بدلي الجو ولا سيري حيدي عليك هذاك الاكتئاب، حيت صافي راه كيشوفوا كلشي صافي راه بكيت شي دكه خايب، بكيت واحد الدكه خايب ديال بصح. ايوا لا اله الا الله، الله يجعلها مغفرة الذنوب، الله يجعلها مغفرة الذنوب. عرفتي كنحس براسي باغا نطيح في واحد الاكتئاب لي واحد، انا ماشي ما فيهش اكتئاب فيا، انا عارف راسي فيا ومره مره كينوض عليا، وباش ما نطيحش داك الحد كنحاول ما امكن نوض من بعض المرات نجمع الوقفه كنجمعها، ما خصنيش نبقى غير جالسه هكذا، الا جلست هكاك صافي راه غادي تما نطيح في الفخ، وداك الفخ انا ما بغيتش نطيح فيه. اللهم ديري الجو لراسك، قال لي نمشي معاك، قلت ليه ما تمشي معايا، قلت لي حدك هنا في الدار اللي عندك شي خدمه سير ليها ما تمشي معايا. عرفتي علاش؟ الا جا معايا للمول وانا باغا نتقدا ولا باغا نشري شي حاجه كيبقى يدير رازالي، كيبقى فيه واحد القاعده خايبه وانا ما تنحملهاش فيه، كيبقى يدير الا مثلا بغيت ناخذ هذه ولا بغيت كيدير لك ديما كيدير لي هذيك اللعبه ديالها، وانا ديك اللعبه انا ما تنحملهاش في الانسان كيف ما بغى يكون نوع، واخا تكون مي هذيك هي اللي كتطلع لي كتزيد تطلع لي، قلت لها تجلس هنا في الطاوله والله لا تحركتي معايا هذه هي الحال، ولكن يعني ما ندير ليه، سيت بنتي هي اللي غادي سيت بنتي هي اللي غادي تشطني في الدار علم الله شنو، تجلس بوحدها ولا معاه هو يا ولا ما بغيتش، هي زيد بنتي خرجت. هو المهم هادشي اللي كاين البنات، هذا هو السبب علاش هربت من الدار صافي، ما قدرتش نجلس فيها، عييت والله ما نكذب عليكم عييت، ما قدرتش نبقى نفكر، بغيت نشوف الناس، بغيت نخرج ندور نمشي بوحدي، والله العظيم عرفت شنو زير راسي شرا ليا موطا، والله العظيم شرا ليا موطا، قال لي باش غير تولدي ديماري باش ديماري وتتعلمي ليه وتبقاي تمشي تخرجي تقداي زعما بوحدك عند حدا الدار وهذا، بلا ما تبقاي تحتاجي لي انا تسوليني زيد ديني، والله شرا ليا موطا دابا نمشي نوريه لكم. ايوا هذا سكوتر ماشي سكوتر ديال الدريات في الغوز، شرا ليا في الغوز والله العظيم. ايوا كان باغيني نسوق الطوموبيل، ملي بجقت ليه الطوموبيل فاش كنا ساكنين في ديك الدار القديمه كنتعلم هكذا، بغيت نخرجها من داك الباركينغ اللي كيبقى يدور داك الباركينغات ديال الطبقات، وانا نيت ندخلها ليه في واحد الحيط، بجقتها واحد البجعه خايبه حتى خرجت الزيت ديالها، الزيت ديالها خرجت والله العظيم ليسونس خرج. المهم قال لي سيري حتى دخلي المدرسه وشدي الكرمي ديالك ديك الساعه ناخذ الطوموبيل، ما دابا سوق الوطن والله الا تفكرت هاد القضيه وانا نضحك بحق الله، قال لك الا كثر لهم كيضحك. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات، عرفتي كليت حس براسي كليت بزاف، باغا سيريت الماكله شعلت ما جيت نهضر زعما عاوتاني، دابا باغا نشري سراول، دابا باغا السراول ديال الحمل، حيت السروال اللي لابسه دابا راه مزير على كرشوك كيزيد يخليني نمشي للحمام بزاف، مبقاوش عندي لا سرا ولا حوايج لا حتى حاجه، كلشي تزير عليا، التيشورتات زيرو القوينجات السراول حتى هما كذلك صافي، مبقى عندي والو. اما بالنسبه للجنس ديال البيبي راه ما باغيش يبان، حال فلا يبان، حال فلا تبان ولا حال بلا يبان من المغرب، انا تنقول باغا ناخذ شي حاجه للبيبي ديالي، الا كانت بنت ناخذ ليها داك اللبسات بلديين ديال البيبي، الا كان ولد ناخذ ليه داك الشيء ديال مثلا ديال الطهاره جبادور شي حاجه،
والو في رمضان والله ما باغي يتحرك حتى تكون صايمه. جوج مرات وانا كنمشي للطبيبه كدير لي السكانر ما بغاش يبان. ثلاث المرات باش درت ماشي حتى جوج مرات، ثلاث المرات درت التلفازه ما بغاش يبان البيبي شي الشينس ديالو. تقول دابا الطبيبه دارت معايا ان شاء الله نهار 28 فهاد الشهر غنمشي باش ندير لي عاوتاني التلفازه باش نشوفو ثاني واش بنت ولا ولد، وديك الساعه نشارك معكم ان شاء الله الجنس الجنيني. داكشي علاش مازال ما خديت والو للبيبي. ما خفنا نبقاو نشريو في الالوان الاحاديه اللي كيجيو معاه وما نشري والو من الالوان ديال البنيتات ولا الوليدات. ايوا صافي. بالنسبه للولاده ديالي المهم كيف ما كتعرفوا انني والده قيصري، يعني ماشي بالاختيار ديالي باش ولدت قيصري، يعني حاولوا معايا مده 3 ايام فرازان باش نولد عادي وما ولدتش عادي. صافي كانت عندهم عمليه الجراحيه هي اخر حل. صافي راه هبطوني باش نولد عادي من بعد ما داروا المحاوله ديال 3 ايام ديال الوجع الاصطناعي، هبطوني زعما باش نولد عادي بداروا لي واحد الماء ومع ذلك ما ولدتش، وطرقوا لي المشيمه هما اللي طرقوا لي المشيمه وما ولدتش، ولدتش عادي. صافي ملي شافوا المشيمه خرج اللون ديالها خضر قالوا لي راه لازم درت شي حاجه لداخل. صافي قالوا لي اورجون نزلوها تفتح. صافي نزلت اورجون للفتيح، الطبيبه قالت لي غنعطيك واحد الرساله غتديها للسبيطار اللي ولدتي فيه قبل ولا شي سبيطار اللي غتختاريه. دابا كتختاري السبيطار اللي غتختاريه، واخا السبيطار اللي كتختاريه من بعد غادي هذا من بعد هما غيتناقشوا عليا شنو غادي ندير، شنو زعما الطريقه اللي غنولد بها، واش غنولد قبل الفتيح عاوتاني ولا غنولد عادي باش يشوفوا، باش يعاودوا يشوفوا ثاني شنو غادي يديروا معايا. المهم هذه هي اخر الاخبار. ان شاء الله نهار 28 غتعطيني ديك الرساله باش نديها للسبيطار، وديك الساعه غنعرفوا ديك الساعه واش غنولد. واخا انا والله الا مخلوعه وما عارفه راسي مع صافي ما جربتش الولاده الطبيعيه فرازان، دابا شدني منها فوبيا ومخلوعه. الله اوكي اوكي يو ان ايس كريم اوكي 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 كان ويت وي هاف تو تراي ذيس ايس كريم فيرست اند ذن وي توك نشوفوا هاد ايس كريم كي دايره بنتي. ديك الساعه نهضروا، ما عمرنا ما نقولوا للناس لا عجبو لنا فابور. واو والله الا واعر. المهم نمشي ناخذ داكشي اللي خصني. المهم يلاه معايا شفتوا شنو غادي ناخذ الحوايج ديال الحاملات وهذا، واخا ما بقى والو باش نولد يعني ما خصنيش ناخذ شي حاجه اللي كثيره، يعني انا اصلا غادي نولد غادي يرجعوا حوايج يجيو قدي. انا انا عجبني دابا واش كديري في الكاميرا وي دو الكاميرا فاش كتاكلي كيعطوك هذا فابور. ما عرفتش علاش واش باش يزعموا الناس باش تكوني مدمنه عليه وتبقى تجي تاكلي عندهم. هادي رابط خرج لا كورة هاد ميكي ميناج. هادوك سدي يا اختي. المهم حنا غنوضو صافي بركه بالعيسى طاح لي صاكي. المهم شي شوف الخيوجات الكسيوات السريويلات ايوا وانتوما معايا داك العصير حشيت فيه الايس كريم. ضروري نرجع هنا باش ماشي اليوم باش ناخذ ديال الرضاعه حيت ضروري غنحتاج ديال الرضاعه. المهم
فليش ملي قلت لكم هكا جاتني الضحكه. اشنو؟ يلا سيري سيري خدي، حيت قلت لي الا ما كليتيش ما غناخذ لكش ايس كريم. وما كتش هاد القهوه دايره جليج مغربي. دايره حتى الفوق عليها زويون، دايره في الكوز دايرينها في الكوزينه. جليج جليج ماشي 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 زعما مطبوع ولا شي حاجه، جليج مقاد ب هذا الصباغه، محفور محفور، ماشي داك الجليج اللي غير جليج زوين. الكراسه نعم شي سابقان البنات. غبرت حتى كبرت كرشي ياكم حتى غلاضيت كره واكلانيت مزيان. المهم انا جيت باش نوريكم الحوايج تزيرو قلب الصح. يلا ماذا كنحاول ندير ليه بحال هكا. هادشي قال لك البس قدك يواتي عادي، حتى انا كيعجبني بحال هكا عادي كول كاجوال. على اللحم العيب كرشي كبيره معني ما ندير. وصلت جهه الحوايج كنقلب على واحد المحل كنت خديت منه هاد الموكاسان قبل ما نمشي للمغرب، وحق الله كنت خديته على ود المغرب هاد الموكاسان، وصدق ليا واعر وزوين، خديته ب60 رينغيت ولدابا والله مازال ما تقطع موقع فيه والو، سبحان الله ما شاء الله عليه زوين، وحتى الكاليتي ديال الحوايج عندهم زوينه، الثمن زوين. وغنمشي نشوف شاش كنقلب دابا فهاد المولنيت فاش شريته. اللعيبات دايرينهم هنايا كيتسرحوا فيهم الناس زوين. اوريدي هاف بيبل هاتي مرتاحين كيجلسوا تما. هادي اول وحده ما عرفتش تبان لكم مزيان ولا لا، تبان لي ديال الحفله دنيت طحت عليها ديركت. هادي الاكس ال، ال جاتني هي هاديك، ولكن الا درت 9 شهور غادي تزيد تكبر ليا كرشي وغادي تولي شي قدي. المهم هادي اول وحده خضيضر خضر خضر ماشي بحال هاد اللي تيبان في الكاميرا بلاتي، هذا اللي تيبان دابا هاكا مازال هاد الخضر تا هو داير بحال الورقه ديال بحال الشجر، اللون ديال الشجره ديال الورقه ديال الاوراق ديال الشجر. نمشي نلبس الاخرى كاينه هادي عجبتني هادي حيت فيها هاد الفراشات الفوق بحال البنات شويه كنت غادي نطيح حتى عصبتني راه دارت لي الطياره وضرتني كرشي بزاف ما عرفتش ديك الماكله اللي كليت ما خديت والو قميجه وحده بالاعصاب بالاعصاب. شوفوا رزان وي ليك مامي عندري سمعتو قالت لك الا بغيتي حاجه ما تعطيهاش ليا داكشي علاش غنعصبك شتي. يلا قميجه وحده اللي شريت هي شريت ليها ثلاثه ديال الكسيوات وجوج سراوي، وانا شريت قميجه وحده بالاعصاب والله ما
ما لقيتهاش كيف بغيتها، لا الدار لا الزنقه لا المول لا حتى حاجه. اي والله الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي، الله يدير شي تاويل ديال الخير. واش عطيكم الطاقه السلبيه، ولكن راني حامله ما عندي ما ندير، هادو هما الحملات. في الاول ديما عندهم اشهر الاولى صعيبه والاشهر الاخيره صعيبه، ما عندنا ما نديرو، هذه هي سنة الحياة. وانتيا غنبقى نخليك في الدار. Next time you stay at home. No my mommy, I promise I don't disturb you. I promise I don't disturb you. كتهضر بزاف كتهضر بزاف، ملي كنخرجها كنهضر بزاف. ودابا شنو المشكل اللي وقع ليا؟ هي الماكلة اللي كليت دابا في المطعم ماشي تلهي، فيها الميكروبات بزاف. نعاودش لكم واش وقع ليا دابا، خليها داكشي مستور وصافي. المهم راني تقيتها وشحال من حاجه، صافي واخا صافي 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 الحزاره صافي صافي. لوجع 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 دابا فكرشي في المعده ديالي، فيها كليت شي تسمم دابا. يلا البنات غنقول لكم بالسلامه عليكم، تهلاو فراسكم وسمحوا لي الا كنتعطل عليكم، راه ماشي لخاطري. ولا قلت شي نهار ما بغيتش ندير باقي اليوتيوب راه ماشي لخاطري. المهم هكا وهكا، راه هذا هو المتنفس الوحيد اللي عندي، كنبغي نهضر فيه كنبغي نشارك معاكم فيهم شحال من حاجه. نهار اللي تخرج نشارك معاكم داكشي اللي كندير الدار. راه ما نكذبش عليكم، ما تنحملش الفلوغات ديال هاد ديال الدار، ما تنحملهمش، تيديروا ليا الاعصاب والستريس والله. حتى دابا راه تعصبت وستريسيت بزاف بسبب هاد الخان زادي. هاي دونت دو هاي دونت دو تو ماي هير يلا قول لهم بسلامة. بسلامة. تهلاو فراسكم. تكري. شنو هو؟ تكري. كي. تكري. كي دايرين؟ كي دايرين لاباس. والله غتقوليها لهم. كي دايرين لاباس. يلا تهلاو فراسكم البنات، بسلامة عليكم، باي باي.